بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، عشر كما كلا بقول أفرطني صدحات كمذا من صحيح مسلم رحمه الله تعالى. كتاب الاعتكاف، كتاب الصيام قبل قبدي سبين كتراء مرك كتاب لا يلحق لقد بقيه أيه شيخ مرك كحجي صوم كي كصنيع شيخ البخاري أبي عبد الله سقونا مركو صيام كذا ما يجي كتاب غنودن بيسي. الاعتكاف لغة أفك عربيت وحلوي الحبس واللبث والمكث إن مال أدشوكت أما أدائمت أما أدكون نجات أما أد نفترض كحن نبتال إلى لبث اعتكاف ك حق مصطلح أما شرع أهانا ولبث مخصوص من شخص مخصوص بصفة مخصوصة وحان لغا وضعون وان نغاشو اما مل آتكون نغاتو تقصق ناتو بنية التقرب الله سبحانه وتعالى. شخص مكلف عبادة كأصحيسو نيديسو اي أصحيسو قوب معينة ومسجدنا آتكون نغاتو انبا لغا وضع انت يدون عن لأكاتو علماء ومركة وحيسكو وافقين سكو راعين اعتكافكو حق مددة ملا حد وبنان شهيسو أما مالين أما لما مال موت أما بل أما السرط حق بدناشها لا حد لأكثره إمسا مال موت بلا اعتكاف فكرة حق بدناشها وحد ملا إجماعا عندها للقبلة وحسكو خلافين اعتكاف محا أغير شافعية ذا أغو دقيق سنة يقو حين ولو ساعة بعد السلف وحلقوا وريين ايدهين مسجد كالباب كادان قصوا قلون كاكسي بحينو intaan dhax soconno ictikaaf baan niyiisan karra maritaanka sikimada yartay socoto marka la hadda li aqallihi amma kadalika la hadda ila aktharihi inu san akthar kisu had lahayn wa mas'alatu ijma' amma aqal kisu maxa u yar ayadu waa mas'ala khilaafiya culimadu waxay oranayaan ictikaaf maalin baa ugu yar wixii maalin ka yar ictikaaf ma aha ribaad iyo hawlo kale la yidhaahdo على يتعال مركة أقواشة كتشرتا باب الاعتكاف ويفر بضان تاي مركة لغا ايو مسجدك حقيا لغو اعتكافية حقيا لغو نغان أو لغو سقنان ومسألو يا اعتكافية ومسألو حقا وقتكانا وايدين هرمريي خلافك كتشر لبضا لنعبا حقا مسجدك جماعة من السلف وحلقا سوى التبيائنا إلى هذين مسجد نبي محمد نبي مسجد أن كان يعتافكما أصحابي لا اعتكاف إلا في مسجد نبي إلا في مسجد نبي رأيك وحلق سوت قوريا سعيد المصيب المخزومي إيو قتادة بن دعامة السدوس اللي بدأ التابعي بحلق سوت قوريا ويوحيق بين مسجد مسجد نبي كأهين اعتكاف كمهر قال إيو هاي سكول لقوين بأورنجر وحاك الله إيقا لقى سوت قوريا هنا إلى هذين لا اعتكاف إلا في مسجد النبي مسجد كنبي محمد النبوي يما دين كويا لكليوك وأصح يا اعتكاف يما مسجد والبول له بصدقين النبي أساسه النبي أرد السي بو اعتكافك وأصح يا سيدا بيت المقدس وكله أما مسجد الحرم المكي يا النبوي لا اعتكاف إلا بالمسجد النبوي والرواية لا اعتكاف إلا في مسجد نبي ورواية كالي لبضى رأيبا قتادة بن دعامة السدوسي هي سعيد ابن المسيب بلغ سوق قرشا أنا سرأيها سيدا أن كنت دينو قولك لبضى حورنا يا اعتكاف وحقوة صحا كون قنتما لبضى المسجد المسجد النبوي والمسجد الحرام مسجد كمكة هي متك مدينة النبي قد صلى عليه الصلاة والسلام رأيها أنا وحاقبة عطاء بن أبي رباح فقيه أهل مكة يا أصونا كنت قد تابع يا ساقبا رأيك صدحات وحورنا يا صدحت المسجد وحان كاهين اعتكافكما أصحى أيو أو مسجد الأقصى ويهود هذا كعيا رئيسو يا المسجد النبوي وكو هذا هيس يهود حبا إيسان دامين يا المسجد الحرم المكي صدحت المسجد مدحرا وسيدي إلهي أقول تلقى لي أما ألأوتش على ما أنت كسوكا متشرو قال إيه قال راعين يوحن قال دائما باهيستا صدح هذا المسجد
waxaa laga soo guriyay Hudhayfa ibn al-Yamaan ba asagu sida qabay oo ka suganta ra'yigiisa waliba riwaaya xadiidku u leeyahay marfuuca weeyo Abdullah ibn Mas'ud wuxuu ku yiri قل لهن مسجدك وين كوفة فردي المسجد الجامع الجامع الأكبر في الكوفة قل لكم اعتكافها يا أيو أركي مركز كور عبد الله يو أنا يقول جيجا يقول جاد أنت ورد حيس أن من كان فردي كوي وانو اعتكافه إنا رنت ما دشيت أو بعض الكي كتير ما تكربت مسجد كي فردي أنا كوي اعتكافه يا أنا ومسجد كي مغلد كوفة عاصمة أقوى وينا الجامعة الجمعية جماعة اللي قلت كان يجي miyadan ogeyn boodi abdullah wadana ogeyn uu nabiga uu shaadiide oo uu yiri la'ti kaafa illa fi thalath masajida masjidka haram ka ya nabawga ya aqsa ibn mas'ud wuxuu ku jawaabay jawaban cadeyn waxa laga yaaba la'alla ka akhtata wa asabu wa nasita wa alimu ina adugu gafti soo lagamay ayagu ay xusuustaan ama adugu aad hilmaantay oo ina adduu gaftay ayagu asiibeen soo ma dhici karto oo hilmaanto ayagu xusuusteen warka muusan dhageysan xudeyfa uu diidi jiray in la yiraahdo ictikaaf ku asaxahay saddexda masjid waxaan ka ahay raayiga shanaad wuxuu oranaya xadiid ku yimid waa isku khilaafay waqfi iyo raf'i laakiin waxaa muhaqqaq inuu yahay min qawli xudeyfa ibn al-yaman oo saxaabi ah ولا مخالف له من الصحابه وحكى سوغان صحابي وكا سوغان يا اسغا خلافكيسو ما جيران رغ لو تيريا اقوال كلي سيده علي وا جيران لكن من حيث الثبوت ما كانو كاد لينا وا سيده قولي راي افراد مسكين شناد بن مرين راي شناد وحاوي لا اعتكاف الا في مسجد في مصر جامع اعتكافكم اصحايو مسجد ان كول مغاله وينو عاصمته اسونا أنا أهين مسجد جامع والجمعية جمع اللي قلت كده كو قبت كويا لو إنه يا عاصمة تولوين كي إيو لمرة مساجد كويا الاعتكاف كما صحا هي مد اللبات أسوى إنه يا مساجد جمعية جمع اللي قلت كده ونك كو اعتكاف يا أسن أبا هنين مركز جمعة اللي قاره إنه مساجد كلا آل رأي قاسنا وحلق قوريا سيدنا علي بلق قوريا وأنا قولك قديم كاي عطاء من أبي رباح بالله الشيخ رأيك الشنات إيه على اللحاد لا اعتكاف إلا في مسجد جامع مش دونها كويال مسجد آن جماعي وجمع اللي قلت كان اعتكافكم مهر قيل إيو مش دونه بها كويال تولي إيو مقالية عاصمة كدونها كويال رأيك إيه تضبات وحاوي لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة جمع شرط ما هي شنطة الصلاة مسجد جماعة اللي قلت كدو ويا الله ربا ان لو اعتكافو علماء بدن بانا سيدا كو تغي او رايغاس وحا لو تيريا با جمهور العلماء با لو تيريا مسجد كو حاشرد انو مسجد جماعتي هي او قفكه مسلمه كو اعتكافيا وسن او باهنين marka la aadamo inu masajid kala jamaa u aad رايغا سيديدات مسجد دبادوي قولوا وحيليهين meel walba oo masjid ah oo salaad lagu tukado lagu talagalay in lagu tukado ictikaafku asaxay wa ra'yu al-malikiyya wa wajh al-shafi'iyya wa qawl qadim wa shafi'i laga soo gooriyo ra'yi sahlan ma aha waxay leeyihiin wa antum aakifuna fil masajid sidi loo yiri هولها تك قرن ايزان مسجد النبي محمد يو مسجد مكي يو حرم المكي يو في مصر جامع يو مسجد جماعه وجامع هولها صد واجب كنيدي فلا انا باشروهن سيد لو يري ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد اش كجرت واشي جنسيه اهيد استغراقيه اهيد وح خاصيسين ما جرو حديثك حذيفه ما اسحن وركان شيء سنه حبك ما جران بيلاده wadaad ka daarta weyn oo dhisay qasriga goobta yar uu ka hagaajiyay saliga uu dhigtay oo xiranay carruurta uu ka ciishaday haweenka uu ka ciishaday ee salaada uu ku tukaday kitaabka quraanka uu yaalo uu ku ictikaafi karaa bay dhahay haweenayduna meeshay ku tukatay ku ictikaafi karta ee gurigeeda waa ra'yul malikiyya masjid wa goob loo diya kullu makanin muhayyin heh meel kasto loo diyaariyay lis salaah أما إلا أنقط أما كركها كفرات حيق لا نقط
أما هاد الله لما يسنه هاد سنات أما قوبا نقول يا كجوز تهان نقطه قل يرون أنا قرشة يست ويكون أصحيه تاجي رأي المالكية هو جاملية وأنا وجه عند الشافعية ضد بلن بارقبة قول ككالي أضم بيا حنفية ذا أنقول جب جوين أي وحيليين هؤلاء إذا رجوا أيه مسجد كأيكو اعتكافيان وإنه يا مسجد جماعة ما جمع لقوت كذا لكن ضمرك وحكا تكبح كذا صحيا في مساجدهن في البيوت ديارته دي يقريه هذا مساجد أقوياء ليركع يمالها مولعية ديار صديم بيكو اعتكاف كرا وذات من المالكية ومحمد بن عمر بن الباب المالك الأورنجري وحول أسوي يصح الاعتكاف في كل مكان ميل والبال اسكفر يسنكرا محايا إلي خصائص النبي وحاكم ذا إن دولك يعيد ورنب اللغة دقائي ويسي ترابي قبا قبيسي دولك اللغة دقائي مسجد والرأي أقو ضعيف سن رأي قاس ساسا نقود دنبيسي محايا لو حال اسكو لغو إجماعي أهل قبلة اسكو راعين مسجد كونو كعاقين هاي إن لغو السحارة وضا آما لغو كاتش آما نجاسا لقارسي سيدو كان آن لئيبين كرين كل مكان با اعتكاف كو اصحايا ممش هذا ان اسكا كاجا اي بنانيد انت اسكو قوتا ان ان كدنا غوتا اي بنانيد يا مساد نقريس حاضر حقي له سوتا وداد كاسو وانك يري شرطيه المسجد وحو كما جيران يري هي سحل الاعتكاف في كل مكان من البقاع الكاسو لما مركاس ظاهرنا ظاهر كن نس كنا وا كتغ عموم كيسي اقواش اهل القبلان او كدح بحي انفراد كاسا أسقى كويمت حقا صونك جمهور أهل العلماء وحي قبان اعتكافك وحالو شرطي يا الصوم اعتكاف أن صوم وذن ما أصحايو الكاسي يقول لمرين جمهور التاسع بديه هو أبو حنيفي مالكي أكثر أهل العلم سداسي قبان وأنا رأي ابن عباس وابن عمر وعائشة جماعة من السلف من الكاسي مرين أحاديثنا ويبقوت من أن أصحين شرطي كليل الشيخ والطهارة اعتكافك الطهارة من الله شرطي مايا سويد بن غفل أنك تقرن إنسان كبير أيا سوى حوري اعتكافك الطهارة الآن ما أصحى وشذ عن أهل القبلة أنك أصحى أنت وحادير راعينا مالك وسوقري في الموطأ وسوقري ويري أصحاب رسول الله ويكتغن اعتكافك وأصحاب رسول الله ميس اعتكاف الشرين من اعتكاف الشرين وحين وقتغن بورسان أنه غفل أيه اعتكافك ويسكه لبدن يهي وعليس شروط سي أذاب سين لياليا أذك عبادة أن لقبقونين ونلوم بالدين نصحابنا يفودك ميسان شعلين ساسي وقفقان سادر تيدبر أحد سلفك أو اعتكافي وأنو إسو قارين مجرو وأن كأهين عبد الرحمن أبي بكر وذات الأورنجري أبي بكر عبد الرحمن عفوا أبي بكر عبد الرحمن نك التابعي يعني نك هكيا كما يقول ما لقى صلاة والله مريبة أيده اللوقي هاي إن صحابة قاركوت أولي الرئي مدينة كابن عمر يوكا صحي اعتكاف أو عائشة مهات من الاعتكاف جاي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن ما لقى مزوج قاربة أنت أقواشها سكجرتا هذا رأي مرك حذيفة من اليمن لما رينن ومساجدها صدح خصائص بيليه حق قياس كمرك شرعي أما نظر كفقه قاد الله فيه مساجدها إن خصائص لقوني له وشيء لقادان كبلا لقي كرو أحكام قوني بلهايين وإن الله صفرع هذه مرك اللي يلي اعتكاف كنوا عبادة قوني وشيء سائق من حيث النظر الفقهي حق النقل يعني حديث كاسا بكون موقوفا أو مرفوعا رأي هدان لقادان إنين رأي أورنا يا مسجد وينو مسجد جماعة يا هاي يا مركا أورهن أو هدي هذا مش كنا جان هيو خير وانك جو دوني إن جماعة أي كنا دافتو أما أتكون رفاتو أما ميل كلا دو أدو هو والله غير قروح سن يا هاي أنتم مركا إمامكم كشيء جاي بابك وبين مركا دول مرينا إن شاء الله تعالى وحب بريه كلية لسكو خلاف وافقي وقال ماذا كلية ما يبطل الاعتكاف وجماعة كلية وحي إجماع كسوية محاب بورية اعتكاف وحاب بورية قال ما إني الله تماتو وحي انتا كسوهاري خلاف باكو تشيرا
هذا بحضو أو دنتي ضروري جدا هذا بحضو مثلاً ويسي كادي يسحاري هذا بحضو دربنا أتصور نقطه واحدة بملا سير راجحة هذه لكن هذا هذا أضمان أما صعد مقناته لغير قضاء الحاجة أم مقناته وحلو بدن يا إنه بريه إنه بريه لكن يجمعوا حقوق أنت مكلية قال ماذا أي اعتكافك بريسة تيجون هذا شرع وكهذا شو هذين قالوا ذو هذ قال ما قد قالوا ذو عبادة كردم ببوري شري تاوى مثلا أن اعتكافك قونو كو أهينو عبادة كردم بالله لو شرط إسلام كونو باقي هذا باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان وحبابي هاي طبعا قدم بش رمضان إن لغنا قادة مساجد وحي كو يمت حدثنا محمد مران الرازي قال حدثنا حاتم إسماعيل أبو إسماعيل المدني عن موسى بن عقبة الأسد صاحب المغازي عن نافع بن عمر عفوا مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف نبي وحوكنا جانجر المساجد مسجد كيس النبوي في العشر الأواخر طبنك الدنبير من رمضان كمل طبنك الدنبير رمضان أيو نبي مساجد كيس كو اعتكاف جري وين صوم رأي حديث كصاب سنين النبي شوال طبنك رمضان طبنك سهر واعتكافي أو طبنك الدحو اعتكافي وحكوا إيمان دونتا طبنك الدنبير رمضان انتي مرد عفتي إنه شوال طبنك ظهر كاعتكاف مركوا في آخر عمره طبعاً قدام رمضان باعتكاف الجري أما هرانتي أولية لحظة بوقع اعتكاف وحدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو أخبرنا ابن عبد الله أخبرني يونس ابن يزيد الليلي أن نافعاً نافع مولى بن عمر حدثه حوته ذلك يونس عن عبد الله بن عمر بوغور رمي إنه يجري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان نبي له حو اعتكاف الجري كنا كان جري مسايدة طبعاً كذا من رمضان اعتكافك جوار نوال ليلة هذا كان يجاور وإنك دور قرصوم الرأي حديث ثابين دويدا نسوم الرأيني متابعة وحوس علي مسلم رحمة الله تعالى عليه إنه يونس ومتابعين أيه ننك أها موسى بن عقب الأسد ومتابعين قال النافع وحور زيادة مهم كأه مسلم باكلت فرد بخاري انت قال وحدك وريا انت لك موسى شيء قال النافع وحور وقد أراني عبد الله بن عمر بوحيه تسي المكان بوسك الذي بوسك كان هو صوبن يعتكف كنا قاعد فيه قديس رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد النبوي ماشي النبوي كاعتكاف وفريسان جري عبد الله بن عمر انت كحيب هل كان النبي فريسان جري كاعتكاف جري راتك ينقادم واكا وفائده اذقي بن ويس فائده سوك وحن كسو مري وحن كسو مري ابن ماجه مروا حديث كان سنة ورينا زيادة لا سعوتي بعد زيادة مسلم أو إن ابن عمر كان إذا اعتكف طرح فراشه وراء أسطوانة التوبة ابن عمر مكم مسجد كان نمحة كل اعتكاف وكنا كان يبشر رمضان وحال لودي قتل فراش كيسة تير كي توبة لقاق بأبو اللباب المنذر لقاق بلاي أكتيسة لودي قتل ابن عمر رمشه كل اعتكاف جري نافعوه يقاني سجونيه أسأل نافع وكله يقاني ماشو النبي فرزين جرو وحاتو صي ابن عمر باتو صي من هذا الشيخ يساوش يكأركي وأسأل عندها بصار من الشيخ يساوس التبيه شيخ يساوس التبيه النبي محمد عليه الصلاة والسلام وحدثنا سيد بن عثمان من فارس الكندي حدثنا عقبة ابن خالد السكوني عفوا عن عبيد الله بن عمر العمري عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبي قاسم محمد بن بكر الصديق عن عائشة ديدي وحكورنا يا نجا قاسم بن محمد قال له جدا وحيد لي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان نبي قلت طبعا كدم بين رمضان بكون نجنجر مسجد ك حديث كان عائشة وحوك يعني كم مخراتين ونوض حديث كورا ابن عمر حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية الضر محمد الخازمي وحدثنا سهل بن عثمان سهل بن عثمان من فارس الكند هذا النسومرين أخبرنا حفص بن غياث جميعا عن هشام أبو معاوية إيوه حفص بن غياث لبضوا حديث هشام بك قضانا يعني هشام كنوكو يهينا رواية دنبع عدين دونتا وحدثنا أبو بكر نبي شيبة وأبو كريب بن محمد قال واللفظ لهما لفظ أن شيق دونا مرها أن صوب ودنا وحا إسكال لبدا وذاد لبدا الشيخ قال وحيدنا حدثنا ابن مير وعبد الله عن هشام بن عروة بن زبير هشام كمركة وراء الوشق وهشام بن عروة عن نبي أبي عروة بن زبير
عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان نبي قلت طبعا كدن بير رمضان يهد فودة ينقصها هي أيو اعتكاف في جري ومسجد كيس النبوة أكو اعتكاف في جري. وحدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني حدثنا ليث بن سعد عن عقيل بن خالد بن عقيل الأيلي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها الزهري با هشام متابعيني وكاني عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان طبعاً قدام رمضان ونبي كنا قاعدين جري مسجد كيسة حتى توفاه الله إلى ربه وفصده ونبي وحجابتي ثم اعتكف أزواجه من بعده ما لقينا وحي كسوري الواحد صحابي واعتكافي مجشور منا هيو ثم انت كدب اعتكف وحا نقاذو اعتكافي أزواج وحاسس كيسي يا من بعد نبي قداشي مساعدك اعتكاف جري رأيي أنا مركو حبابين يا رأي حنفية حديثكم حجكوية على الحنفية يا ننك استوجيري ميل والباء يا لو اعتكاف كرا مسادي يرك موضع مولعية دكوية لقرية لو اعتكاف كرا هدي قرية اعتكاف كو أصحى هاي يا ما لو قاد أستيستا أما حرارتي هو يوين كين بوحي كسونان لهايين قرية هو دكو اعتكاف لا إذا اللوق يا هاي دمر بقرية ودن أخير بدنيا لكن أزواج رسول الله مركو نورانا مسجد كيسي كل اعتكاف هايين هدوص النبي حجابتين مسجد كيسو بحا هايين وتنو يكو دكت سنترين تامرك وحيتو سيسا سطرقي أصل كآه دمرك إن لقريو أما إن إنسان إمانين ميلها ببليك آه وحال لوغا بحاي لوغا اللي حدي لوبا المري وحاوي إنو سو اعتكاف كو أسحينين ميلان كآهين مسجد عامة مسجد أمدا كدحيو قوت وجمعية جماعة ولوتو كانت باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه وحو بابي هاي قول ما الاعتكافك بالله بيسا هذا طبان كدن بقر شيء ستمتلا طبان كدن بقر شيء ستنا الاعتكاف أما طبان كدحي أما طبان كهوري مدد آذ قبصتت كتلقى شيء هذا اعتكافته قول ما يكون بالله بان بعد لقاه الله هي. متى يدخل قول ما قليا من أراد الاعتكاف ننك دونه المسجد كنا قاعده في معتكفه مش كو اعتكافه يي قرمو قليا مالك أت ربطينا الاعتكاف قبل لوضو قلبك كهر انت قرحوا دعين بات سوقري هيا اللو بدن يا مالك الطمانيو مالك اللباتانات لباتان كرمضان قلب كيسة قرح ذاكو قد عضو مساعدك دو دحفر يا سيهبين كاللباتانيو كوبات واعتكاف قبل لوضو وذا دال كاسين مرين وذا دنو حيلين ماي مالك الله باتني يكون واقع كبر يا صلاة الصبح بعد اعتكاف الجليس صلاة الصبح لباتن هذا مات قرحة دي هذا عضو لباتنات مخرب كل لباتني يكون هب اللو واقع مركو بريو أو صلاة الصبح تكتو آيات بالله بيسا اعتكاف كوتنا الجليس بعد صلاة الفجر باللابن يمي من المغرب الأول وقصوا باللابن لبضع الرئيب على الإسكوهية. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو معاوية عن يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد بن قيس الأنساري عن عمرو بن عبد الرحمن الأنساري عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت هو يد وحيد لي كان رسول الله رسول كلا وحوها إذا أراد مركه دون أن يعتكف إنه كنا قادوا مسجدك وهو اعتكافه صلى الفجر صلاة صحيح تكن جري ثم دخل معتكفه ومركز وقالي جري ماشي كنا قال لا يتندري سيب وقالي جري وإنه أمر بخبائه فضرب نبي أمر بحوفري انت الذي سيلورد سوق اعتكاف لها أمر بحوفري بضرب خبائه تندري سي إن لورد سوق لوحة جميل ونبي قدتك إيشو ذاك قبضك فضرب تندري بالله سي أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان مركو تنرضى بالسنة يانا نبقى حوض دوني انتو بنك الدمير رمضان واعتكاف فأمرت زينب بنت جحش يا وحي أيضا فأمرتي بخبائها تنرضى إن لوقا ومسجد كمال لوقا بس فضرب تنرضى باللوقة تنشي وأمر غيرها زينب دمران كان هين وحي فرين أيونا إن تنرضين كودي اللوقة تنشو ومن أزواج النبي نبقى حزكي زكامدة وحفصية عائشية زينب كلية آيين رواية البخاري بهذا العضيسي يقول سنة كان قصوا مرّي وحي أمرين وأمر غيره من أزواج النبي بخبائه فضرب عائشة زينب ضدان كان هين
ونبي حاسس حاسس وحي فرين انت ان دود لو قتنشو لو دشو مركاس لو قتنش وعائشيه هي حفصه قصدنا وحي اهيد مركو نبي اعتكافه تندا او دشتي لو قتنشو عائشه وحي نبي الله انا انا اعتكاف واي هي نبي هو ادمه فصحي تندا ان قيبته دمه دو مركا قتنسته اي ايش بنادم هاك بريش حفصه هاوش مقشي هبين كازنا هبين كنا بقى عايشة كقر رابع إذا حق إذا وشري حفص إسلام عقل بدن بياها إذا حق عايشة كسوري بتو حتى عايشة أنا كان النبي قال يقف صحقات أنا اعتكافان ربا أنا أنت عند اللي يقتنش حفصنا تند أنا بقى أوف صحي لا عايشة بقى إرجيسي كذب زين بنت جحش أول قصة في ترجمة أنا يهوي هذا مصير بدن وكانت امرأة غيورة هوني أدو مصير بلان بأي أدو هناس بلان وحي مقاش عائشي حفصو تنروين بلوق وتنشون نبقى أكدقين بأ أيضون إذن قادنين انتي سوك عدو تنر سوك أيضن قطن سطي يا نبقى لقى حقا بيت يا نبقى لقى حقا حفظك وحيول المال أيضو كو إذن قادت الرواية كمان نهري لكن حفصنا وإذن قادت عائشنا وإذن قادت نبي عمر كو صوب بحي وحو اركي افرتن دوقتن تمش مسادكي وا قيب دبا بخدب تندوك مخي هاي نبي الله وحاله وات هذه ايو هي صدح لي حاسس كادي سينا بده جعش يا حفصه يا عائشه نبي حلو كلها للدبي طيب يا صدح اسرائي قاضى طبعا قاضى انا ما اعتكاف وحديث كان هذا اكو اركي دونتا فلما صلى رسول الله رسول الله امركو توكدي الفجر هذا الصبح نظر وفيري مسالك بو اغي فاذا الاخبيه توبت دون قطم وافره فقال نبو حور آل بر يردنا اما آل بر تردنا ما خير بيدونيا صحاب دو ويدين ام حيد الله ما خير دون بس ان كتا من سوا هنا سي ام مصير بمشي قبلو عباده محضه او خالصه ولا درتيا او دنك لغا ودن ميا مساوين كو اسكو مصيرين انا واي غلافتين نبي قال كاسو قال كاسو طاب سبحان الله الله يا البر تردنا ما حدوني سن رواية البخاري البر يقولون البر تقولون مو وناك بدينك أرقتان تقول تظنون فأمر نبي حوف فري بخبائه فقوض فأمر نبي حوف فري بخبائه تندي سئن لدعي بتقويض خبائه خبائه عفوا تندي سئن لدن شو الله فرفره وقوض مركز على لدن شيء والله فرفري من التقويض وترك الاعتكاف في شهر رمضان انه اعتكافنا النبي كتقي طبعا قادم بش سنه كاس حتى اعتكف في العشر الاول من شوال طبعا قدام به شوال عفوا طبعا كوره شوال بنو اعتكافه عباده النبي وسمين جري هدي ضافته وعذر دار كو ضافته وقلين جري صوبنه عليه الصلاه والسلام انه هدي عباده كو ضافته سنده ولا اسكا تغى انت بدن كما سو نقنو كانه اوغو فيعان با لغيب انه مرمر كو حبسدو غالبا لكن لو ما نقدس ثم حتى اعتكف في العشر الاول من شوال الى النبي اعتكافه طبعا كي هوري بش شوال وسوق اللي هي هوغا تغي مركا وش ايضا وحو دريمي ان شيطان ماشي سوق قالوا وحد ديف كولي هي هوش انا اي فتنه نقون كرتو مسجد كان وعيريه مايو حق الناس بدن لا قادانيو مسجد كان وايرا مركا تيب النبي غور استاغي روحو عماش وفردية او نغان هاي وعبادة يا الله ودواشي يا خير وي هدي وحكا لو صوى قلان قالو موا ناكسنو وحكا لو كجيرا دومر كو اني مسايدو كو اعتكاف كران عام كا هدي تيندي ايو استرات ثميستان رقو دان ايكا اذن قاتا وحكا لو كجيرا اصوغو ننكو ادمي هو ندي اني اعتكافتو هدو ابقو ويقابكو حسعدو انو هبسطان كان نقن كرو ودير قلو هذا كنو ومبقو وركادو عرضت بعض ضيع عليها لكم بعض فلذا معاية القرآن في عنا ما آخرنا يزيد ورك هذا اسكما آدنيه سوكع وهو شو كسم يصوبون عليه الصلاة والسلام دو مركز أمهات المؤمنين إذا ننكو إذا إذن كيسي يكون إلا نوا شيء سنة شيء السنة كأي نوع عاسي حق الناس يحق الوالي عفوا زوجك عرضت بعض وحكا قاضنية إذا زوج بان لو بان ياي أصوغ إذن كلا هلينا كنقوش زوجكو ولا يا وش أيضا وحكوا كل جرا عبادة لوردار كقول دافت السنة إن لقد دبت قول لقد ضينا إن يتعلق عن النبي مسلمين تعلق ربنا إن يكون دالة
وحدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة حاء وحدثني عمرو السواد العامري أخبرنا وهب بن عبد الله أخبرنا عم حارث بن يعقوب المصري الأنساري وحدثنا محمد رافع القشيري حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا سفيان بن عيينة أبو أحمد الزبيري قال حاء وحدثني سالم بن شبيب حدثنا أبو المغيرة أبو المغيرة أنا أطلق حسوس تهابين دويد مركا مرين أبو المغيرة عبد الرحمن بعرب كيقرعي وعبد القدوس إن كان مقعيس مشهور بكنيته مركان ما حسوس ما شان قصوا مرين روايدي سي أبو المغيرة عن الأوزاعي عن يحمل كثير الطائي ماشى هذا محسوسته عشر كودن بيلا كينو هوان حسوسته ديبون أفيرية أبو المغيرة وعبد القدوس من الحجاج وهي أنا الخولاني يا عبد الرحمن معها حدثنا أوزاع عبد الرحمن عمري عبد الرحمن كي قدم بيا سوم بشو عرف بس كله فتو عبد القدوس ماشي اللي قرب عبد الرحمن بانت وحدثنا زمن حرب بين أبو خيثمة النسائي حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي أبيه دو إبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم عبد الرحمن عوف الزهري وهي عن ابن إسحاق محمد بن يسار محمد بن إسحاق بن يسار نينك مطالبي هو صاحب المغازي يسير رضا عنك كو آهد قرن إسان كل هؤلاء مركب مطابع عام بمص... حديث كيف لا بقول ها حدثنا عبد بن حميد عبد الرزاق أخبرنا معمر سنة مطابع وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أخبرنا أبو المغيرة حدثنا الأوزاعي كلاهما يحن كثير الطائي الكاس أبو المغيرة هو عبد القدوس بن الحجاج عبد الرحمن ما عم نسع كل هؤلاء ودادها دورك سفيان ينك الله إذا عم حارث يا سفيان وصهر نقضي يا أوزاعي يا إبراهيم عفو ابن إسحاق كل هؤلاء عن يحيى بن سعيد ابن إسحاق الأنصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث أبي معاوية رقاس وحي وريين ويكوريين يحيى بن سعيد الأنصاري كوريين حديث كي أبي معاوية عن عمرة وكب الله بابك وكري كوريين وفي حديث ابن عيينة وحاكوجرة وعمن حارث وابن إسحاق وحاكوجرة صدح ذا الرواية ذكر عائشة وحفصة وزينب هو أنك اللي شيء إنه هو يدن عائشي هو يدن زينب هو يدن حفصيهين رضي الله تعالى عنهن أنهن ضربن الأخبية للاعتكاف صدح ذا سئنا يتين دوين أولستين إنه يكون اعتكافان كنا قادر كتاب الاعتكاف باب حديث انت ذكو قابي مسلم لبا حديث او شيغي او شيغي دورنا من ان صومر من نو ايمان دورنا باب كانو كو كيناي اهيد هادو مسلم او ربا انو واحد تكرايو علعليو لكن مسلم طريقه ما يقانو انو حديث سو عليو واي ادغتاي حديث كفيرنيا معناها الظاهر سن كم مقدا حديث كباب كيسو كو كيناي حديث عائشه وناك سنه إن لو كان كتاب اعتكاف موسى كوكينا وحكسه مريه في كتاب الحيض كتاب الحيض بالقصة مرتين لما بقول سقاشين يتضرب إنه يمكن نمت نجا وهاي استوت في رين كرتان حديث كان محوها حديث مهم ويو باب كان خصية لما بقول سقاشين يتضرب في كتاب الحيض بين كتاب الطهارة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان حديث مهم وهي ننكز معتكف كنا قانا يا مساجد اعتكافا محال قربا وحال قربا إنه سمست كبحين إلا لحاجة الإنسان رقي التابعين تحديث كورينا وحيكون فسرين لقضاء حاجة أو بو نبي عليه الصلاة والسلام اعتكاف سن ومساجد كتيرة يوم مضح إيسو دي بيتشري انتو سور دوادو انت مضح صواب بحيو شركي سكان ومساجد كون ريبو markaasna madax intaan u dhaqo u shan leeyaan u fiiri jiray haduu nabigu ictikaafsan yahayna masjidka kama bixi jirin ilaa li haajata al-insaan wa muhiim qadiyada dambe ee ku saabsan ruuxa mu'takifka goor uu masjidka bixi karaa goor uu ka baxaynin xadiidku muhiim buu ku aha laakiin wuxuu arkaa in lagu keeno kitabul hayd oo haweenay haayidaa inay taahiraatah shirkeedo meeshii wax ku yaalaan ba mooyeen aysan dib qabin dadka aysan ka duunay nabi maxamed oo mu'takif oo cibaado ku jira iyo madaxa u shanleysay una dhaqday hooyadan caayisho xayada qadiyadaasu waa arkay xadiidku inuu dhaa iyo asal u yahay hawsha dambara ay tahay ziyadatu khayr baabkiisii kitaab al-i'tikaf wuxuu ku keenay kitaab al-hayd
وحاكوا له إمدونا في كتاب النذر كوي إمدونا حديث عمر بخاري أصوه حديث كان حقوق كان كتاب الاعتكاف ما لك أن يكون سعر عليه لكن مسلم تكرر كما يغنات هل ما يلبر دقائي وانا كتقايا وحاكوا له إمدونا في كتاب النذر مركو النبي مكفرتي وحنين قدقى لما فرطة وطائف وكسوا النقضة جعران لمري يسيدنا عمر النبي الله ويقال مشرك أيضا قال كأها أيضا هذا كل روحان كنا ترون شرد إلى أوجو قالي إن مال أما هبين كل اعتكاف في المسجد الحرام إما حنقسم إلى نذر كي نذر كي في الجاهلية قبل الإسلام ما حنرد قسم إياه نبي حول في أوفي بالنذر كي أورد حرام كتوجو سوء اعتكاف نذر كود أوفين كان بخاري وحوب بابا يستي قف قصو وقال هذا نذر قال اعتكاف في عباده مركو إسلام كدي منه جذن كره وكتاب الاعتكاف بكل حكي أنا مسلمنا وحوار كا باب النذر بخسياي ها اعتكاف وكو يرياي كتاب النذر بكيان وحسو الرباوة منه جاهده نذركو قال يا إسلام بواقع صحا يا هدو وحو كل نذر ويها شيء بنان وعباده خير وحان لفولين كرا شيء كنت من قبل الإسلام بعد الإسلام بها لفولين لي هل قاسو سوكو دقاي اعتكاف هنا وفرعية فقية وكمدة نذركا ساسو وارك مسلم هل قاسو كيان دونا وحنا يقول حديث كونه إيمان دونا إن شاء الله وتعسونا في كتاب النذر وكيمان دونا إن دانا مركة كبعين قيبتان قصابسا حديث كعمر نو حجيسنا ياي وذادها يري اعتكاف أن صوم وذن ما أصحها أيه ومالكي ذي حنفي ذي جمهور أهل العلم مركة الشافعي ردنا يا حديث كان إدالي شدان وحديث كعمر وحاكجرة إني نذرت ليلة أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام إني نذرت في الجارية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام إن مركة وهبين اعتكاف أصحها أيه بحديثك وعد ياي هبين الله ما صومي شافعي إلى هذا إنت الله الماشا هل كان وحاك الصوب بحدي مركة إن اعتكافك أن لو شردين صون لأن الصون يهبين وكل عاقي ما لنبال الله صوما حديثك مركة قابك سنو حجي سنة لكن حجموه حافظكم وكقرابه وكه الله وشا لكن مسلم بابا كه الله دونه سوى كه الله دونه حديثك دروق سو جمعين دونه دروق سو جمعين دونه وحاكو إمانو دروق فرابدان وحان كن ندري إنان اعتكاف يوما روايتنا ليلة مركا دي إلى للرجح الليلة إذن أصيح ما يحجيس شابع حجيستين اعتكاف كصون لو ما شرديو حديث كعمر باو يأو الدليلة لكن وحاكا أغفلا وحجكون غنكرا إنا اعتكاف لو شردين صون لو شردين نبي محمد با اعتكافي شوال اعتكافي شوال طبعا كذلك صون منانا لما سوى قورنين والأصل هو محي عدم الصوم والشرطية وهي شرطنا مسقنا إلا بدليل كاساك وقفلا أما حديث عمر أسقو إذلك سقوس عن ما هيو روايات كورت وإني سقنا ذا سقنا ذا حديث أورنا هي سنة قد كم مرتين هو إذا عايش لجو ري أورنا هي سنة ذو حاكم إذا نك اعتكاف سن إنه سن جنازة راعٍ أو روحا سن أو سن بوقنين أو دن كلا أو سن أبحين هذو أبحنا وحي سوى بطلا هو عائشة الله تريا من السنة بيتري من السنة المصطلح واتكم ما حديث مرفوع عن غني لكن سيدا الراجع عند أهل العلم رأيك أريك سوى وهل زوري بعد تابعين كلام كودي ويؤم مدرجة في كلام عائشة عائشة وحكى سوى كليه وحاوى إنا يتري سنة وحاكم ذا ألا يخرج المعتكف إلا لحاجة الإنسان حاجة ضرورية مركز زيارة جنازة هؤلاء كليه ما في عنه مرة دي اعتكاف هو كبرية يكون مبرية الله يسكوها خروج من الخلاف كقابسو باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان وحبابي هاي إن آدي أدلو الددالو لقونا الددالو بشهر رمضان كيقدم بالعبادة يا خير كاللقو الددالو حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وابن أبي عمر العدني جميعا عن ابن عيينة سفيان قال إسحاق أخبرنا سفيان إن بضم بيدنس وشيء إسحاق سوء إنه سنقوى نوحا كاهين أخبرنا عن أبي يعفور واسمه وعبد الرحمن عبيد وتابع صغير أبو يعفور عن مسلم بن صبيح أبو الضحى نيك الله يقاني عن مسروق بن الأجدع عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت هو يدا وحيت لي كان رسول الله رسولك لو إذا دخل العشر طبعا قدم مركي قشو أحيا الليل
هبين كنا ولين شري أحيا الليل بالعبادة وقيام الليل وذكر الله وقراءة القرآن هبين كنا ولين شري هبين كنا ولين شري محلقة ودا هبين كبدن كيبو سوتشي شري عبادك سوتشي شري أما كل جيبو نولين شري لبعض رأي باجرتا رأي جمرك حديثية هو يدن حديثي أتصمر تينو أي كسوتشي نبي محمد أولي هبين لما يستنى سوتشي من غروب الشمس إلى طلوع الفجر ما أرقانوه أسوق الصوم بال رماد إلى باللو إلى رماد وإن شاء رمضان ما أرق هولها سهوية ذين هولها إتكؤك أما كغا فردو روبان أما كغا حقوق ألسان وايرتا هاي أحيى الليل هبين كنو لنجن بدنكي أما كلي وأيقظ أهله فيركي سي حاسس كي سي عرطنا وتوسن شري وشد المئزر قنتنا وردوق سنشري شد المئزر هوس قنتنا واسكن ورين جريو سيف عام بود دارجر شد المئزر لبا معن بالوشغايو ان او كنايه استعاريه سرباب او يحي افغبات لبا افغبات سنيو قلمد يدمك كفغان جري وانا دقن ليقانو قوم اذا حاربوا شدوا مآزرهم دون النساء ولو بات باطهار وكم نقتل يدي ولات انك شاعر كاي نصراني هاي عربي غاها قلوا امانه يا قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم دون النساء ولو باتت بأطهاري وقليو نمان كان رقو ويوم مركي دغال وديار قروبان قنت قاين نايل إسكادان قنت قاين نقصدان واسكو قيشيان دمر كان واكفو قادان منين هاد الرقس أيام بها دمر حقو ذا كل عدا ولو باتت بأطهاري هاوين كو طاهر ون حيض قبن ون ديك دلميت قبن ون بلايهين إيسان أقمريني إلا رقم ميلا يسارا مركا وشد المئزر مركا إن كناية عين الابتعاد عن النساء أيو إن لو تشوفوا كناية أي تاي نبغى واد ذلك تري أو كنتوا حنشرتي كنتوا مرقصي مع وسطك رقاطي أيو هولها الصومال وين تقانا ورجنتوا الناس كن يريو أما نايلس كذا وأرض برودي هو حق بسو يعني وام حي وديار جرو ترى مركا حاجات دي ذيسة وجد ذاك هذه ذيسة وجد وشد المئزر وأي قذاه لو رجلك سدوج توزن شري وجد نبي واد ذلك شري وحبل ما هرك هرجر واحد ذاله وشد المئزرة ضمر كان وكده ران شري حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدر كلاهما عن عبد الواحد بن زياد العبد قال قتيبة حيوري حدثنا عبد الواحد بقتيبة يري لكن أبو كامل بأصق عن عبد الواحد سكيري عن الحسن بن عبيد الله بن عروة النخعي قال سمعت إبراهيم بن يزيد النخعي يقول سمعت الأسود بن يزيد وأبتقي ولي أبتقي ويقول قال عائشة وحجره يدين كان رسول الله رسول كلا يحيي يجتهد كيد ذاله في العشر الأواخر طبنك الدنبير رمضان ما لا يجتهد حسن كد ذاله العبادة في غير أساقو عنك آي طبنك الدنبير نبو حقود ذاله شري سوس أد ذاله إن المال بها كلي وطبن تلماما وقونيا اللي تقدر كوتشرتو شفع جيسي وتر جيسي على خلاف وانه صوم مري يحوكوا ده في مركز طبعا كاس نبغي حبود ذلك شيء دلال وصل مالها كرجلين شرين اللي هو طبياق والعز وعبرضنا خواتيم توي باب صوم عشر ذي الحجة ده صدوا ذي صويا رمضان نينك جاره إلهي وقسمه سيف عن وقف فايدة شو سدوا نبغي حبود ذلك شيء سوى الدم بجسهر يكيد دم بلال نافي وعيب كسلينا وإلهي دورتي أي سيدة أدد علي ليصنع سجد أقاض وناكسا الله قد يده مرك إذن كنا وضاسا الذين كرباه وحد ذال والله أردان يسن شري حماد بن زيد وحالا يلي يا حمد السلام أدل إذا بريبا دمانا إذا عمل كو قبط وحكم الدري كري بعد السلف بالسلف كو حيليين هدل هبل وبريبا نفط لغا قادي واقو بريكي سال لغا دريدين وحي خير الله إيمان كرتو بالله إيمو هل حبكم الدري كرين حي يلي هرامبا وبحي أما جيري هل يا بريبا لقى شيء ده أما أموال عمري وقت كيسون عيلاد وكو عمري وح بلاشة أما مع الله يعني يمل بنان مترينه وقت كيسوا عبنا سفي عم بوقف في يمل كستا وح لقين لها بقولي ده كان ماشي هو سعودي وح يدون إياه بعدين كنا دون إنسان ماشي ربعين يدقان الآخر دكتان واض ربطان مركب تمني أمان ده اللي سكدايو هل ده دالو باب صوم عشر ذي الحجة باب كان وحوا إلا الراعيو كتاب الصوم إلا نحق يا أهيد هل كان إلا جاية يا أهيد إنه مسلم سيدا يرى يمرك النصاق وحد دام مريان ويدعي كرتا ترتيب كآد بو دقيق مسلم يوغي فني قال لقو مقار
لقوا مجال الناس أو كسر لو أبو داود بلشيجا أبو داود بلشيجا حقا مط ترتيب كفن جاي مطون تين وحلاقة فائدش باب عشر صوم عشر ذي الحجة طبنك ذي الحجة طبنك عرف بش عرف طبنك هذا هوري صوم كذي قل يا وحيلي وحادعك ارتسام وصو طلق عليه وحيز دوادك طبنك رمضان الدنبي طبنك هوري ذي الحجة لابد طبنات مسلب بيغانا يا سي الله حفظي الروح وحسوست طبنك الدنبانا اي رمضان ساسا لغيري طبنك هوري ذي الحجانا ساسا لغيري حدثنا أبو بكر بن شيبة المهم طبعا قدم بذي الحجة إن الله صوم كل جد الله صوم عفوا طبعا كهوري ذي الحجة عرفه إن كل جد الله سقال وحلو جد وام سقال كبري سقال كبري هو هل ما مالك عيد إذا ولا ريب هاد طبعا ساس هلو إلى هذا سقال كذي الحجة عرفه إن الله صوم كره وصوم كدوري وصنة هاي وفد بدن هاي وأركت ذا إقبال جمهور العلم سلفا وخلفا سلف وخلف سداس اللوب بدن ياي وحان سومي جري جماعة من الصحابة والتابعين وسقال كذي الحجاب سومي جري مالك كوباد إلى عيد اللقاء قاري إلى مالك السقالة رجع وحاكم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى ومتبع آد نصنا ودب قاري جري بسقالك بسومي جري ابن سيرين بسومي جري حسن البصري بسومي قتادة سومي جري وحون يجي مرك بن رجب وهو قول أكثر العلماء إن الله صوم السقال كبري بل صوم على وجه الاستحباب والتأكيد لو صوم واسد أيوب بدين علماء المسلمين تبدين أو كثير منهم بول سنة كانوا حنكم من رأي حديث كحفصة حفصة أم المؤمنين رضي الله تعالى نسائي أبو داود أحمد بو يسوس سارين النبي يقول بالوالبا صدح ما المتكس سومي جري عاشورانا صوم كذلك نسكتك جرين طبان كذي الحجانة وسومي جري بانكم من رأي حديث كاسند كيس اختلاف فكجر ضعف بالغشيغا لكن احمد حنبل كان يحتج به حديث كاس وحجي سنجري وحون قبي ان طبنك ذي الحج الله صوم عرف سقال كذا بري اوه الرئيس حديث عائشة ان صوت هذا من دون في صحيح مسلم يا حديث كاسون ان ضعف بالغشيغا يو احمد حتى وحوي واستعارضا يعني وحان حقبا حفصة حديث كذا وحديث كاس سوق مري مرنا وحوي جدي لبدا حديث با هل جمعيو مرنا وو جمعيي مرنا وو كذا رجعي الجمع والترجيح بمري مرة رجح ومرة جمع بين الحديثين لبدا وان تلمام دونا ان شاء الله والجمع هنا وفرع التصحيح حديث كناد اول شو اما حديث كلا جمعي سو وحي كدغنت حديث كتابو كسوغن هادو سن سوغناي واو كتور لاي الحديث كعائشة كي حفصة إسكهر من هاي محين نصمينا هل أقوله كان صاي ساسا لقوا ذا كان ساسا لقوا ذا أنجم عنه محين ذواء محي لبدا حديث بأكتر وأكسر وغي والجمع كذلك التأويل وفرعاء التصحيح طيب حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو بكر وأبو كريب محمد بن العلاء وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران لبدوا ذلك لهم وحيدا هذين حدثنا أبو معاوية تضر محمد خازم عن الأعمى سليمان بن هران عن إبراهيم النخعي عن الأسود بن زيد النخعي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال له يدا وحيدا ما رأيت رسول الله رسولك إلهي ما أرق صائما أصغوا صوما في العشر طبنك قده إذا أصغوا صوما قط ولقيت نبي محمد وطبنك ذي الحجة صوما ما أرق رواية الضنبو مركة روايين ومسلم كفة سيروحوك لقوة لحد نفي قال وحدثنا أبو بكر النافع العبدي محمد أحمد بالي هذا حدثنا عبد الرحمن المهدي حدثنا سفيان الثوري سفيان بن سعيد الثوري عن الأعمى سليمان مهران عن إبراهيم النخعي عن الأسود بن زيد النخعي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم نبي مسه من العشرة طبنك بمسه من حديث كان مركا سند كيسو وأحاديث أوعي اللي دار قدني تطبع عيسى تطبع الإلزامات رقم كا شنبغل لو بقول طمانية كو طبعا دنبيش مقبل وتحقيجي لو بقول طمانية كو بتكفيرين كرتان صفحات أنا وشنبغل صدني يصدح شنبغل كنتني يصدح وحيو يلي دار قدني وتلمامي
حديثك حق معانيه سي حق سند كيس وادن كورن سند كيس وحول يري نكل إذا أعمش وحا خلاف منصور خالفه منصور عن إبراهيم مرسلا منصور المعتمر بحديثك كقات عن إبراهيم من نخعي مركز إبراهيم النخعي حدثت عن رسول الله أنه لم يصم في العشر قط مرسل بكرده إنك لهذا منصور ابن معتمر عن إبراهيم ماشى أعمش وحديثك موصول كرده متصله عن إبراهيم النخعي عن الأسود عن عائشة عن رسول الله هنا يزال النبي محمد أرك هنا صوغ الصومان إبراهيم النخعي أصحاب وحققات الرواد وحققات أدب البدنيين لكن صدح نبأ أحيوك بدن ومنصور يا أعمش يا حكم ابن عتيبة الفقيه الطبقة الأولى وصدح آنين محددين واسكم مان رافينو وحيدا أن صدح لأن ديس خلافان كيل هور مرينا يا جماعة وحيدا هين أعمش با أثبت الناس في حديث إبراهيم النخعي نمنا وحيدا ما منصور بأثبت الناس في إبراهيم هذيس خلافان جماعة نمنا ما حكم بأثبت الناس يا نمنا ما بقول أفتي نمنا مسلم حقوقي رقى قابه أثبت أحفظ الناس لحديث إبراهيم النخعي والأعمش رقى قابه كجراه ترمذي بان أصلا سيدا كتقون جامعي سكون مري حديث كان بوكان ترمذي في جامعه يسير لسكو خلافي مركز وحيري والأعمش أحفظ لإسناد إبراهيم من منصور أعمش با كحفظ بضن أما كقبن أما كقيب حديث كإبراهيم سند كيسا هل كاسو الله مرأي ترمد أسوء علاك في يوشيقو مهم جدا دار قدن المركز أبو كمر قدي وحيري إبراهيم النخعي رقوا حكوري حديث كان ومنصور أعمش أصحاب الأعمش لم يختلفوا عليه أصحاب الأعمش أبو معاذ ضرير باكمدة زايد بن قدامة كمدة يعلى بن عبيد باكمدة سقال حافظ بدارقودن الشري إن أعمش حديث كقاتل مركز إلى الكيس وحوري لم يختلفوا على الأعمش فيه واختلفوا على منصور وسفيان الثوري ترمذي وهرتيشي مركة لبدن إمام منصور وحديثك إرسالي يا أعمش أوس لي عن إبراهيم ننو كل قدودو اسمه خلاف أرداديسو ننا أرداديسو واعس خلافتي أردد منصور وحاكم إذا أردد هايرتي سيدا أعمش وحديثك موصول يا متصل كدكت أردن إرسالك يقول أبا بعيس دار قدني مركة إلى الكيسة إلى الكيسة مجلك شوية طمنات صفحات الضباطني أفر رقم كحديثك صدح كون سيدات بغفرتني تضباك في ريا ومبح المركة رواية عمش وقامس سكريتك لم يختلف عليهم تقول وحقر نقاش مركة اختلاف الناس على منصور وصلا وإرسالا واختلافهم على الثوري عن منصور عن إبراهيم وصلا وإرسالا مكاس وحيري والصحيح عن سفيان الثوري عن منصور مرسلا طيب مبرمنا أنه مسلم هو كينتاس رواية منصور نواب خسيسبا اسمان داف كيارضي منصور اسمان داف وصلا وإرسالا كذلك نبو خسيس وحان خسية حديث الأعمش عن إبراهيم إذن منصور معتمر منصور أعمش ولبوض باللبا نمنع العلوس أولا اسكوا يكيلا هرمارين يكيلا رجحا هيا ننك الله اسكوا خلافي يا ننك الله اسكوا خلافين منصور رقب حكوري واشن أعمش طبعا حافظ وحكوري طبعا كحافظ المير بين مريه نمان كان ويسمان دافين نبكو حكا سعودا شيخ حكا سعودا سيدا درتيت أبوك ابن يشيبة حيث كان منصور بوريه في مصنفه مرسلا ومتصلا ونستوى دقائي وحونا تلماما يا حديث كون حكا سعودا هاي إبراهيم النخعي مرسلا من طريق منصور ومتصلا من طريق الأعمش دار قدني مركة تتبع عيسان لم يرجح الإرسال ولا الوصلة وحوه خالفه منصور مرسل وسكتك وحلوي قال امرك حتى علينا ان رجحوا اما الوصله او الارسال كذلك عيلك اوفى فاهين واود وان يراهو مرسل ارسال كاسح اما وصلك صح وحكون نف بحي كلي الشيخ ابو الحسن دار رحمه الله تعالى عليه انه يراهو اس خلاف كان منصور ارددي وحا صحا ارسال كان في روايه منصور مو هو سنان ليره صدرت برنامج وحي يمد ترجيح الترمذي
ومسلم لكن وحا عليس انت ما قد كجاوبتي وركي احمد بن حنبل وسهلني نقول ريت المام الاختلاف على ابراهيم وصلا وارسالا احمد بوها احمد لكن روايه طنبيه وليها حديث كوا سوغن هي اسغا حديث حفصيه كان عائشه وان جمعنينا يا هذا يدي شيغو تاويل حديثك محيري حديثك عائشه محيور نبي محمد او صومن طبنك عرف ما اركن بيترويدي اما مسو بتشيرين لبا روايه وي تنهراب يا اد بان او اه ما رايت رسول الله صائما في العشر قد طوام نبي محمد طبان كا ذي الحجة عرفة وحون كصبن ما أرق بجري تنهو ضنبه لم يصم العشرة طبان كا مولد السوبين ويو حال أوران كرا أي كاملة قيب بكصوم النبي سقال سدية تضو بكصوم شان بكصوم لكن طبان كو مرد ما يسترين صون سقال كو مرد ما يسترين صون بال أوران كرا لكن طوري صائما في العشر أيضا وابعيد إلا وحمله لو حمباره نبي وحبو كصوم إيه وحنا وكتك أحمد ما كلا بره إسكتر وحول وحديث كان لقوة ذا هو ينا إلى ذا نبي محمد وصقال كبريبه وذا الصومي ما أرك إيه قيب وكسوم الشري ولذلك يسحبوا طابعين تو إن الصوم أبض نايت سيدو كله أحاديث ما بقصوا مرتين سيد حديث من عباس في صحيح البخاري والسنن والنبي يقول طبعا كان مال موت عمل كون أكسن إيه عبادة ذا ما نكفد للبدن يعني ما تشرو حتى الجهاد كان كفد للبدني ما كل النبي قالوا حتى الجهاد ما يوري إلا نمبحي أسو جهادي ونفتي سي مال كسب السوى يموي جهاد لا جهاد حاو فضل بغن جهاد كان ننكي مجاهد كان أكشي ذو هنتي يحولوه الحان على الكاس لقلو دحو فرس كاذي وحالي نالكا يكون تغان أو قناط نفيا مال بالك أتكويد في سبيل الله نبي قالوا جهاد كيبا أفضل بغن من أهري قدمه وعقر جواده ننكي ديكي سلا دارسو فرس كسين لبقنو قوية وفضي بضان جهاد كاس كلية كفضي بضان عمل كصالح الله سميه ما المهد الحجة طبان كا ومن العمل الصالحين صون كا كاملة صادي السلف كو سوى مجرين مرك حديث كوينو سوغي هاي وحلنا أوصن الله هاي أيام مرك الراجح من حيث الدليل وحايسو الراعة نكا اللي هذا أعمش حام التابعيي جماعة من الحفاظ باكا قاتي نينك اللي يدادو حديثك أعمش وأدف ربضا ولم يختلف عليه وذات كان دمع درحان مهدينا يزيد من زرع بمتابعية غير كيبا متابعية نيو البوالة متابعين يا ابن أبي شيبنا وحينو الشيغي حديثك إنه متصل مرسل بوكسو عن إبراهيم النخعي إبراهيم النخعي إيو منصور كيبا حق بضانا وحكوها رئيسة كلية حفاظ نينك الله يسكو خلافيه نين كان لسكو خلافين هذا لا بد أن يحاول يسكنه ويهين وحيهر مريان سيد وضرب الرواية ذا نين كان لسكو خلاف مرك الترجيح الترمذي هي مسلم أي كحوك بدن ترجيحة أحمد في رواية عنه دارغون لم يرجح لا في العلل ولا في تتبع والإلزام لم يرجح وحون شيء مخالفة ذا كليهم بشيء عشر كنت أصحابه كي والله سبحانه وتعالى أعلم.